نعم. ثم بعد ذلك أما بالنسبة للمكان، المكان غير الثابت، يؤمر هذا الإنسان أن يأتي بالسجود قدر استطاعته بالإيمان. إذا كان هذا الإنسان يجلس على كرسي فيسجد كما يسجد للصلاة، أي يضع يده هكذا ثم يكبر الله أكبر وينحني، ثم بعد ذلك يقول ماذا؟ الله أكبر، وانتهى سجوده. واضح؟ إذا كان هذا الإنسان هو الذي يقود وهو الذي يتلو، يقود السيارة وهو الذي يتلو، ومر على آية سجدة في حفظه، مر على آية سجدة، الآن يجب ماذا؟ عليه أن يسجد، أراد أن يسجد، ماذا يفعل؟ وهو يقود السيارة يكبر الله أكبر ويأتي بالتسبيح ويقول الله أكبر فقط وهو يقود السيارة، وهو يقود لا يحدث شيئا، لا يحدث، لا ينحني أو ما شابه ذلك. الزيد فإنما ماذا هو؟ وهو ماسك للمقود يقول الله أكبر، هو يسوق يقول الله أكبر ويأتي بالتسبيح ثم يقول الله أكبر، تم سجوده، طبعا مع استشعار، مع توجه النية أن هذا العمل الذي يمارسه الآن هو سجود التلاوة. واضح؟ إذا كان هذا الإنسان بجنب الذي يركب السائق، عند بجنب السائق، إذن ماذا يفعل؟ بعض العلماء يقول أنه يضع يديه على مقدمة السيارة أو في الجهة الأمامية له ثم ينحني، بعض العلماء يقول حتى وهو جالس على الكرسي يفعل، يضع يديه على ركبتيه ثم ينحني بالتكبيرة ثم يرجع بتكبيرة. واضح؟ إذا كان في الكراسي الخلفية كذلك يقال له كذا، إذا كان الإنسان في الصف في حلقة في المسجد كذلك يستقبلون القبلة ويسجدون، إذا كان في كراسي كذلك على حسب هيئة تلك الكراسي، إن استطاعوا استقبال القبلة يستقبلون القبلة ويسجدون، وإن لم يستطيعوا على هيئتهم ماذا؟ يسجدون لله تبارك وتعالى.